برج الحمل أول شيء بيرتاح، برج الحمل بال 2021 لأنه كوكب المريخ تركه، كوكب المريخ اللي هو أصلاً كوكبه لبرج الحمل تركه، بقي عنده فترة زعجه فيها رح أقول لك من شهر جولاي 2020 وكوكب المريخ موجود ببرج الحمل، يعني ما خلى شيء ما خربط له إياه، مع انه هو كوكبه خربط له حياته فوقاني تحتاني. نص ال 2020 راحت خناقات ومشاكل على موالي برج الحمل، ضيف له انه كان في عنده سحل كمان عم بشكل مربع معه، يعني ضايقه. ارتاح بسنه ال 2021 رح بتكون سنه احلى، رح بيكون في مصالحات، يمكن القديم يرجع، يمكن القديم خلص ما بقى بدنا اياه لانه اكتشفنا انه اصلا مش ظابط. عم بحكي عن علاقات، عم بحكي عن شغل، عم بحكي عن يمكن مصالح معينة تغيرت. في عنده مشاريع مستقبلية رح بتكون كتير حلوة، رح بتكون مناسبة لإله، وما رح يتأثر بصورة مباشرة بحركة الكسوف بسنة 2021. هيدي مسألة كتير مهمة، مسألة الكسوف على صعيد شخصي. بنعطي إيجابية يعني على قد ايه؟ على 10 اعطيه ايجابيه على 10 لبرج الحمل. ليك برج الحمل من الابراج الجيده، من الابراج الجيده بسنه 2021 ديفينتلي. يعني قد ايه بدي اعطيه؟ بعطيه 8 على 10. على صعيد العاطفه والمالي كمان. ليك العاطفي بيرتاح لانه كان عنده كثير مشاكل بال 2020 يلي ما كانت علاقته مستقره. بال 2020 صار فيها كثير مشاكل، صار فيها كثير، خاصه اذا شريكه كمان كان مثله متوتر وحالته الفلكيه تعبانه، فعلى الارجح مضاين، ما بقيوا سوا، صار في تغييرات. يتناغم مع اي برج؟ لا هذا شيء ثاني، هذا ما منه توقعات، هيدي صارت ابراج عادي. طيب خليني لكن اروح معك على قبل كمان، بالميل يعني ماليا شو ماليا حياته ابسايد طالع نازل، رولر كوستر، وباقي للمطلع 26.